بس وش المطلوب؟ المطلوب من وش تبي بس انكم تغيرون هذا الطبع. والمقابل؟ خصم 10% من الاجار الجاي. لا لا يا ابو سعيد، الموضوع صعب، انت عارف كميه الغثات اللي فيك، انت فيك بثاره ما هي موجوده في احد. يبينا شغل كثير ولا يا راوي؟ يبغانا شغل كثير. اذا تبي ممكن اجار الشهر الجاي ببلاش. خلاص خلاص خلاص، موافق موافق. غثاثتك هذه ما لها الا حل واحد، الابتسامه. ابتسم لاي احد تعرفه ما تعرفه، ابتسم له، ابتسم قدر المستطاع. نص ساعة هو جاهز. شلون نص ساعة جاهز؟ أنا قايل لك الساعة 4 يكون جاهز، صحيح؟ ما تفهمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيش فيك تهاوش وتبتسم؟ هبلت؟ سلامات، خير في شيء؟ لا لا ما في شيء، بس الدكتور زكي يقول لي هذه علاج. يا شيخ الله يعين أهلك على غثاثتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا دكتور زكي، يا أخي ما استفدت شيء من هالابتسامة اللي قلت لي، ما غير فاقل خشتي في الشارع والناس تضحك وتطقطق علي. طبيعي يا حبيبي ما تستفيد. ليش؟ لأنه أنت ضبطت الابتسامة وتركت الأخلاق المعفن اللي جوتك هذه ما ضبطتها يا حبيبي. عصبي ومبتسم ما تركب يا أخي. يا دكتور أنت قلت لي ابتسم وبس، صح ولا لا؟ طيب أنا جاني شد عضلي في وجهي وأنا قاعد أبتسم. وشو؟ طيب أنا عندي لك حل تاني وينفع معك. الحقنا فيه يا دكتور. وشو؟ الورد الأحمر. سمي يا خالة، سمي. تولي شو المناسبة؟ يعني سعادة، ابتسامة، شيء. سعادة ابتسامة؟ تحرش وانت أنت؟ لا ابتسامة استحية أنت؟ والله لا جمع عليك كلمات. يا ناس يتحرش وانت، يتحرش وانت يا ناس. يا ابن الحلال.